السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في كل مكان أهلا ومرحبا بيكم. معاكم محمد جابر قناة السعوديين اسكندرية. النهاردة إن شاء الله إحنا في شاطئ كليوباترا مرسي مطروح، هنشوف الفرق بين كليوباترا بتاعنا بتاع اسكندرية وكليوباترا مرسي مطروح. وسامحوني بقى معلش على الشماسة دي لأن الجو حر جدا جدا يعني، فجماعة عندي قالوا لي يا ريت تلبس دي فهم جابوها لي، فشوفوا بقى رأيكم إيه رأيكم فيها يعني، يا ترى حلوة أغيرها ولا أغير المدام نفسها؟ ان شاء الله ربنا المستعان. معانا نفس القلوه بتاعت امبارح ونفس الشغل بتاع امبارح، رصاصه هي بتاعتنا رصاصه 6. هنا ممكن تستخدم، هنا مفيش طبعا مفيش طيارات ومفيش امواج، يعني ممكن الرصاصه تبقى اقل من كده شويه، بس احنا عايزين نتوه بيها اكتر جوه، فعشان كده حطينا رصاصه تقيله. والمدور بتاعنا العادي والسنار 4 كربون اهو، شايفينه؟ يا ريت يكون واضح. 4 كربون ملوي، وان شاء الله هنرمي الجمبري عقري برضو والله المستعان، وانتظرونا ان شاء الله ودعوا لنا ان شاء الله. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعينا في كل مكان. احنا امبارح ان شاء الله كنا في شاطئ كليوباترا. بصراحه يا جماعه يعني احنا خدنا وقت كبير جدا لدرجه ان انا نزلت المايه كمان بنفسي لغايه هنا، ورميت حوالي 60 70 متر كمان في المايه، ما جبناش اي حاجه، فما سجلتش حاجه امبارح. فالنهارده ان شاء الله احنا في شاطئ الفيروز اهو، والله المستعان يعني على الله. انا شايف ان المايه حلوه هنا، يا ريت تكون واضحه كده، الكوكات هنا والمكان حلو اهو واسع، وان شاء الله يعني ربنا هيسهل. احنا هنرمي بنفس الارمه اللي احنا رمينا بيها امبارح واول، وبنفس الطعمه معانا العقر اهو، وان شاء الله ربنا المستعان. وما تروحوش بعيد وان شاء الله تتبسطوا معانا. يا حمادة جاي لك انا اهو، ستة داخل لنا في حتة يعني صعبة اتعامل معاك يا احمد. يا احمد جابر يعني بقول لك ايه، امسكها بايدك كده وتقدر تحذفها لي بره؟ لا هقول لك بره. طب وريها لي. طيب دينيس يا حمادة، الله ينور. ماشي يا حمادة ماشي. لا توكلنا على الله، اللهم سهل حالنا. Thank you.
فينك يا حماده؟ ورينا كده مين؟ واحده متعلقه فينك ايدك؟ طب ما انا مش شايفينها كده، قربهم لي كده. طيب قرب لي البوزه، قرب لي البوزه. ما تقلقش ما تقلقش. انت حاططنا بعيد 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 يا حماده. ما شاء الله الله ينور. تاني يا فوق اهو. ماشي، احنا واقفين اصل في حته صعبه جدا. الله ينور يا حماده. صل على النبي عليك يا حماده. هات هي قرب منا يا حماده. هات 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 عليا هات 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 الله ينور يا دنيسك يا حماده. دنيس اخويا دنيس. الله ينور يا حماده. ماشي ارفع عندك. ممكن يعدي كمان. لا والله. ماشي يا ابو حميد الله ينورك. يا مساء الخير. الله ينورك يا محمود. الله ينور. طيب. المرة بقى نحط ايه؟ خليكي معايا كده. نحط بالمرة حاجة هنا؟ هات هنا. ما هنا عشان ملهاش قاعدة. ملهاش مال. ملهاش مال. ورينا حماده. ارفع شويه، ارفع ارفع لما تكادر. الله ينور يا حماده. ده بالها والسنار طالع ايه. الله ينور. ماشي يا باشا. الله ينور. Not there.
عايزه ايه؟ لا تعالى. بص مالها ازاي؟ حلو حماده اهو. بص اه جايبه من جوه، خلي بالك جوه. اه حاجه جوه جره جوه احمى شويه. اه ادنا جوه شويه بقى. هذا عندي كده حواليه.
على ابو قشر يا ريس، على ابو قشر يا باشا. داخل على ابو قشر يا خليك تمشي دي. اللهم صل على النبي. تعالي للأرض سهل، هنشوفها قوم الأول وبعد كده نعدل الأرض. نور حمد الله ينور برنس. تمام الله ينور. دي يا جماعه الحصيله بتاعتنا بقى.